الآن وصلنا إلى أطول قسم في الكتاب، وهو القسم التاسع. أطال فيه المؤلف لأن من عادة المؤلف أن يجمع المسائل وبعد هذا يبدأ بالتفصيل. القسم هذا اصطلحنا نسميه قسم المناهي اللفظية. ألفاظ منها ما هو منهي عنه، منها ما هو شرك، والألفاظ الشركية وبعض الشركيات. لماذا ركز المؤلف هنا على الشرك الأصغر؟ لماذا؟ لأنه خفي. وبعض الناس يستغرب يقول هل الأصغر يؤدي أكبر؟ نعم. وقلنا لكم أمس أن ابن القيم رحمه الله قال الشرك الأصغر كيسير الرياح، يعني ابن القيم رحمه الله يرى أن كثير الرياح شرك أكبر. الصغار عندنا درجات المحرمات أربع درجات عندنا المحرمات: صغائر، وأعلى من الصغائر كبائر، وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر، وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر. فالصغائر تؤدي الكبائر، الكبائر تؤدي الأصغر، الأصغر تؤدي الأكبر. إذا ذكر المؤلف في هذا القسم المناهي اللفظية والألفاظ الشركية وبعض الشركيات، وركز المؤلف في هذا القسم على الشرك الأصغر لأنه خفي، وركز على كفر النعمة. ركز على كفر النعمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وقليل من عبادي الشكور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. هذا كثير أين؟ في الكتاب والسنة. محمد بن عبد الوهاب جعل هذا كثيرا أين؟ في كتاب التوحيد، كفر النعمة. لأن ليس الإشكال في حال الضراء، لأن الغالب في حال الضراء يخلص لله سبحانه وتعالى. كفار مكة كانوا حال الضراء يخلصون. الإشكال، كل الإشكال في حال السراء، حال النعمة. مفهوم؟ أي نعم. فانتبه، لأن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى تعلق قبل أن تأتي بالله، لا بغيره، لا حكام لا رؤساء لا ملوك. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وتوكل على الحي الذي لا موت. وبعد النعمة تشكر النعمة بالقلب واللسان والجوارح. إذا هذا القسم باختصار. نعم. الباب الأول، باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله، يعني يعرف أن النعمة من الله. ماذا يصنع؟ ينكرها. اجتماع الضدين يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القلب، معرفة النعمة أنها من عند الله ونصرها السلام وإنكار النعمة. كيف ينكر النعمة؟ ينكر النعمة بالقلب واللسان والجوارح. ينكر النعمة بالقلب، يقول هذا بجدي واجتهادي وأنا محقوق به، وعلى علم من الله أني له أهل، وإنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، وقال نحن أشراف، نحن أغنياء، نحن نلعب الفقر يا أخي. يقول لي هذا ملك ونحن سادة ونحن كذا وأنتم فقراء. أفوق؟ أي نعم. هذا إما بالاعتقاد أو باللسان أو بالجوارح يصرف النعمة في كفر المنعم، نسأل الله العافية والسلام. وهذا كثير يقول. إذا لابد أن تعرف أن كن ذل لسانك بشكر المنعم. فلما رآه مستقرا عنده سليمان عليه الصلاة والسلام عرف أن هذه نعمة، ابتلاء، اختبار. ما قال هذا إيش؟ بسلطاني، بوزرائي، بحاشيتي، بملكي. وعندنا في الجوال اليوم في إشارة كذا كذا، يعني صح؟ موجود صح؟ بعض الناس يرسلك كذا، يعني هذا إيش؟ بجدي واجتهادي بعرف جبيني قال فلان بدأ من الصفر. وإيش اسمه؟ أنا عندنا برامج هنا، دورات يسموها إيش؟ تحفيزية. أنا ما اسمها تحفيزية. إيش قال؟ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. قال تنجح تنجح، لا، اسمع معي، النجاح والرسوب ليس بهذا الشكل، أنه فلان أصبح أغنى أغنياء العالم، هذا نجاح. طيب خارون تعدوه مأمالا، ونوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما،
وما آمن معه إلا قليل. ناجح 100% من أولى العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فاليوم أسمعونا في دورات تدريبية وقال تنجح تنجح يا أخي تنجح بإذن الله. حتى لو ما نجحت أنا الآن الله سبحانه وتعالى يكتب لي الأجر صح؟ إذا خرج مهاجر في سبيل الله وأدرك الموت ناجح ناجح. فالنجاح والرسوب ليس على هذه الدورات اللي يوم يأخذها هذا التطوير الذاتي التطوير الذاتي كذا. والله تقلب الكتب ما تجد فيها آية أو حديث أو افتقار إلى الله. كل شيء قال بالقوة كذا وتحصل المدرب أفشل خلق الله والله لأنه ما عنده توحيد ما يوجد توحيد. إذا يوجد توحيد يعني معناه إيش؟ مشرك. واليوم عندك أنا أرى مقاطع كثيرة اليوم واللي يتفرج عليها أكثر الشباب يتفرجوا عليه فلان نجح ممثل ناجح أي ناجح هذا ممثل ومغني ومغني كان فاشل وكذا وثم أصبح ملياردير هو اليوم فاشل. والله الحمد لله الذي عافانا. كيف ننظر إلى هؤلاء إخوان صحيح أو لا؟ واقع هذا اليوم. إذن يعرفون نعمة الله ثم ينكرون أكثرهم الكافر. وقال حقق النجاح وحقق الهدف وصنع وصنع وصنع. نعم.